مشاهدينا في هذا الصباح راح نتحدث عن قصة شاب عراقي صغير في العمر، لكن في جعبته الكثير من الإنجازات. لمع اسمه بمحافل ما زال صداها يتردد حتى يومنا هذا. ضيفنا لاعب لكرة القدم، فمنذ أن اكتشف موهبته مبكرا عمد إلى مواصلة التدريب لتطوير مهاراته، فانضم إلى عدة فرق شعبية محلية، وبعد مرور أشهر على تدريبه المتواصل قرر الرحيل إلى تركيا للانضمام إلى إحدى النوادي الرياضية. ونظرا لموهبته الفائقة في اللعب، قررت إدارة نادي غنشلر بيلي دعوته بشكل شخصي للعمل معها ليصبح من أهم المنضوين في النادي. إنه اللاعب العراقي الموهوب أكيد أحمد شامل مجيد. صباح الخير، صباح منورنا اليوم. شكرا حمودي. لما نقول لاعب عراقي وهذا الناس عبالهم في واحد عمره 18 20 سنه، ايش قد عمرك؟ 15 سنه. زين احكي لنا على هاي البدايات شلون؟ طبعا بداياتي بسيطه، من فرق شعبيه بديت اطور مهاراتي شوي شوي، بعد المدرس وداني بدينا بطولات مدرسيه، اخويا اكتشف موهبتي، بعد وداني النادي غاز الشمال لعبت تقريبا سنه. غاز الشمال العراق بكركوكي. اي بكركوكي لعبت ما يقارب سنه، وبعدها اجينا تركيا انطيت اختبارات النادي. هذا ايش قد كان عمرك لما رحت لعبت بغاز الشمال؟ 13 سنه 14 هيك شيء، يعني يا دوب يعني. وبعدها انطيت اختبارات النادي كركالي سبورت يلعب بالدرجه الثانيه، ولعبت 8 اشهر وياهم تركيا، ودزوا لي دعوه نادي غنشلر، وصار 3 اشهر وياهم. حلو جدا. شلون يعني هذا النادي هسه انت تلعب بيه؟ ترى بسوي اليونيفورم مالتهم هذا الرسمي. اي هو 1923 بدايات النادي. هسه مركزه ايش قد؟ المركز؟ مركز هو 12 بالترتيب الدوري. الحالي ترتيب الدوري. انت ويا الناشئين تلعب؟ الناشئين. حلو. وصار 3 اشهر تحولت، كنت العب اشبال هسه ناشئين. حلو. يعني تجربه حلوه. اكيد. وان شاء الله نشوفك بعد. ان شاء الله اكيد. اقوى واقوى. ان شاء الله. طبعا احكي قصه احمد شلون يعني جبناه البرنامج. جدا سعيد انه انسلط الضوء على مهارات عراقيه، وانه أكيد. الانسان يسعى الى مجهوده. اكيد. احمد انت دخلت لي على الانستغرام وظليت تدز رسائل، وانا حقيقه ما جاوبت يعني ما اعرفه، وصورته ولد صغير يعني الاخ ما متوقع انه متوقع مدربهم هذا الشخص او بالضبط. غيره أو. وظلي لح ظلي لح ظلي لح لحد ما فتحت المسجات. عندي طموح لازم نجاوب. زين عليك. فانتبهت انه دا يقول لي انا عندي هيك تجربه وكذا، فاكيد يستحق مثل هذا الشخص انه احنا نسلط الضوء على تجربته، وان شاء الله اسرارك بالملعب همين ان شاء الله. يعني يمكن هو هذا الطموح نفسه اللي خلاه بالفعل انه يدخل هذا النادي ويطمح انه يجي تركيا. صح لو مو صح؟ يعني انت قلت اخويا اللي دعمني. اكيد اخويا والوالد هم دعموني، كلها دعموتني، بس اكثر شيء اخويا كان دائما روح التمرين يعني دائما وياي. يعني انت ما فكرت انه قلت مثلا حيأثر على مدرستي او انه حتجه لربما الى من كنت العب فرق شعبيه؟ اهلي كانوا دائما يقولوا لي اقرا اقرا، بس من صرت بالنادي قاموا يشجعوني، انا هم ادرس وهم طوبهم دراسه. عفوا عليك. تلعب طوبه بالدراسه. يعني يمكن بالبدايه لما الولد الصغير يبدا يلعب كره الناس تعتبر انه ديله نفسه عن الدراسه. اي اكيد. بس لما نشوف احنا الموهبه تفرض نفسها اكيد الاهل يعني يساعدوك. اكيد يدعموني. صح اكيد. احكي لنا عن قصه يعني شلون وجهوا لك الدعوه؟ اي واحد يوجه له الدعوه نادي يسحبوه من نادي اخر؟ لا اكيد. انا من جيت لتركيا قدمت اختباراتي كنا 4 يعني غربه، انا عراقي وواحد سوري 2 افغانيين. افغانيين؟ اي اختبارات يعني. انا نجحت، واحد افغاني، 2 سوري وواحد افغاني طلعوا. هذا بالنادي اللي هسه تلعب فيه؟ لا الجنزلة. ايه كركالي قصدي. وبعدها الافغاني هم طلعوا وبقيت انا لعبت وياهم خلال 8 اشهر، صارت لعبه وديه عاديه بيناتنا وبين غنشلر. ورا كم يوم رحت للنادي قالوا دزوا لك دعوه نادي غنشلر. متفقين لدارتين، اجيت لنادي غنشلر فحوصات وكملتها وبديت اباشر وياهم، صار راح يصير 3 اشهر. حلو جدا. شنو مركزك باللعب؟ شبه يسار. شبه يسار. زين
تعرفين انت الموقع يعني شو يعني شويس. لا ما اعرفها بس اعرف اكو طوبه ويرقطون وراها نيمار نيمار حلو زين انت شنو شفت نقطه القوه نقطه القوه شنو عند احمد يعني مرات اكو شخص يقول اني سريع مرات يقول اني لربما بالتصدي بالهجوم بالدفاع كره القدم ما تعتمد على الاقدام اكثر شيء هو العقل وكل شيء لازم العقل كرة القدم أقدامنا مجرد أدوات جاء نستعملها كرة القدم لازم تفكرين شلون مثلاً هسه سرعة البديهة ايه صح ايه تسديدة شلون ترجعها ايه حلو يعني شوف حتى التخطيط بهذا بالفعل. الموضوع بالفعل هو العقل اللي يقود لربما إلى مثل هاي الأشياء حلو جداً أنت برشلونة أو مدريدي؟ برشلونة برشلونة زين شنو ضافت لك متابعتك لكرة القدم؟ يعني أكيد مهارات يعني أكيد كل الأطفال يلعبون كرة قدم بالشارع عادي ما عندي فرق شعبي يبدأ ماكو مشكلة المشجع لما يشوف فلان لاعب يلعب يشوف فلان لاعب يلعب يفيده حتى يطور مهارته أكيد أنا تابعت هواي لواعب كبار أتعلم منهم كابتن يوسف محمود وميسي أكثر شيء أتابعه تعلمت من مهاراتهم ومراوغاتهم أكيد يعني يمكن تذكر محمد قبل فترة أيضا كان عندنا ضيف ولاعب عراقي ما أذكر اللي أخذوا شو اسمه قالت أسراي بالضبط يعني قال إنه يونس محمود أعتقد أيضا كان إلى داعم ما حاولت إنه توصل أنا أتواصل ويا كابتن بشار سن لاعب المنتخب بس يعني مواصلة ما إيش قد يضيف أو شنو شفت فرق بين الأندية التركية وبين الأندية العراقية هواي فرق دعم يعني يهتمون باللاعب هنا هناك شلون يعني شنو الفرق عشان بهاي سوالف الصغيرة يعني من اليونيفورم احنا نشوفه حتى الترانشوز مال النادي من هاي الأمور لحد ما التجهيزات هنا هناك هناك يقول لك جهز نفسك انت بالعراق وهنا يعني المدربين مو قصة مدربين مو خوش بالعراق بس يعني هنا يهتمون باللاعب يعني حتى من يخطئ ما يصيحون عليه وهاي بس يعلموه إيه ويعني تمارينهم مضبوطة أكو قاعات حديد ومرات يودونا بالأسبوع مرة يمكن لأن صغار يضربوننا حديد والصحة يهتمون بها الصحة أكيد يعني يمكن عندكم نظام صحي غذائي خاص غذائي يمكن عندكم متابعة أكيد من أكيد بهذا الموضوع متابعة طبية أكو عندنا مدرب طبي بس يعني وقت الإصابات لأن احنا صغار وكل كنا كل شهر نادي كركالي يفوتونا يعني شلون يقولون فحوصات ايه فحوصات فحوصات كان ايه هذا الموضوع ما كان موجود بالعراق لا ما شلون بالعراق يعني تلعب بالعراق كنت يوم بالاسبوع كان عندي يومين اروح ننزل الساحه يدربونا ارجع للبيت ننزل الساحه ارجع للبيت لا فحوصات لا بس خلاص هاي تحس اختلفت الامور عندك انطاك دافع اكثر هذا الموضوع وتحسنت هواي ايه بهاي تجربتي تشوف اكو فرق مثلا بالتعامل ويا اللاعب الاجنبي او اللاعب العراقي عن اللاعب التركي هو نفسه ولا تحس ماكو شيء يعني مستوى واحد بس يعني قليل من اللاعبين مو من المدربين ولا قليل مثلا هسه انا من جتني دعوه من جزلر اخر تمرينين شلون يعني غاروا هيجي اللعيبه القديمين الاتراك اللي وياك ايه اللي بالنادي القديم ايه غاروا طبعا يعني لأن من جتني دعوه ايه منافسة منافسة هو أكيد كرة القدم منافسة طيب يعني أحمد بالفترة الأخيرة صاروا هواية عراقيين يتجهون إلى الفرق التركية يعني هل إنه تركيا هي اللي إذا تجذب أكو أشياء تجذبهم لو إحنا كعراقيين إنه نريد نشوف لنا غير ساحة مثلا لا هو مو هاي بس بتركيا كل شيء يختلف يقول أنا أطور نفسي بالخارج وأرجع أمثل المنتخبات العراقية أصير أقوى يعني المهارات تزداد هيك أنت مثلا ناوي شو وقت ترجع هسه إلى تفكر أنا أمنيتي مثل نادي الطلبة نادي الطلبة ليش؟ نادي الطلبة انكسر آخر فترة وأنت تريد ترفعه؟ أكيد يعني أنت تريد ترفع مستوى نادي الطلبة؟ أكيد حلو والله طموح حلو يعني انت خوش التكتك بالمناسبه يعني بدنا نتفرج نتفرج هاي مالتك انت اول ما دزيت لي صوره انت واقع اي هاي الاصابه اي هاي وين هاي فرق شعبيه ويا العراقيين يعني هنا اي فرق شعبيه ومع العلم النادي ما يقبل العب فرق شعبيه اي طبعا انت بالنسبه للنادي ثروه
ودي دي يتابعوك ويديرون بالهم عليك، مو تروح تكسر نفسك بلعبه شعبيه وواحد ما يعرف يلعب يكسرك خايف. صحيح. المفروض تدير بالك على هذا الشيء. زين شلون تتعامل باللغه اليوم؟ يعني انه اللغه نص زين. اكثر شيء اشارات. اجيت درست لو ناوي تدرس بمدارس تركيه ولا شلون؟ لا انا ادرس عراقي. مدرسه عراقي. زين حتى المدرسه العراقي ما حاولت تدعمك بهذا الموضوع انه تقول هذا موهبه عندنا شابه ونحاول انه نساعده حتى بمبلغ بسيط او على الاقل؟ لا ما حد داعي. ماكو؟ لا. طيب المدرسه العراقيه اللي تدرس بيها مستوعبين انه انت لاعب ودي تروح للاحتراف وكذا؟ انا ما داوم يوميا. بعد شلون؟ اروح بس الامتحانات واقرا بالبيت. انتساب يعني طريقه الانتساب. لانه حقيقه ايضا ابراهيم لما التقينا به حكى لنا قصه انه المدرسه العراقيه اللي يدرس بها وقفت عائق امام تدريباته وكان عنده لعبه نهائيه ومره واحد من الامتحانات ترسبوه خلوه يعيد الامتحان دور ثاني طلعوه من ورا. انا على مود كره القدم اروح بس الامتحانات اقرب البيت. بتحس مستقبلك بكره القدم لو بالدراسه؟ انا بكره القدم. ليش؟ كرة القدم يعني من الطفولة أنا يعني عندي إصرار وطموح لازم أحققه. يعني أنت بعدك حلم. صغير ترى أنت بعدك بالطفولة. ايه والله. إيه. هو عندي إصرار، أنا إصراري يعني حلمي ما يوقف يمشي أوصل هذا النادي أريد نادي أقوى هيجي. زين لو مخ شرف شو يقول لي؟ أنت جايب طابة مو؟ لا. مجهود طابة؟ لا. لا. طريقه طويله خطيه. زين شنو ردت ايش اسمه تسوي لنا دبل كيك بس ما ادري ترهم تروح تجيب راس واحد هم محمد هنا انا يقوض براس يعني حقيقه انا جدا فرحان انه عندنا تجربه شاب عراقي ده يحاول يوصل. زين بالعراق انت ما يعني تحس نفسك ما راح تقدر توصل؟ بلي بس صعبه هواي صعبه. ليش؟ أول شيء هناك يهتمون بالأندية بالبغداد. كركوك قليل يعني نظرها، ما عندنا نادي بكركوك يلعب دوري ممتاز. وصعبة هواي، وإحنا يعني ساكنين بكركوك وراح لبغداد صعب. فشفت الموضوع بتركيا يمكن أي. أسهل. أي. طيب، أنت تتابع الدوري التركي؟ لا. ما تتابع؟ لا تتابع الدوري العراقي. عراقي وإسباني وهذول. سدوف الاسباني مال برشلونه سدوف صادرين مصادرين ترى برشلوني هنادي هم برشلونيه بس ان شاء الله احنا ناخذ الدوري بس احنا مصادرين انا تاخذه. طيب نرجع احمد العائله الوالد شلون يدعمك بهذا الموضوع؟ الوالد تحياتي له طبعا اكيد واحنا هم نحييه. يعني بالبدايات من كنت العب فرق شعبيه يعني يقول لي استمر بدراستك بس هسه يعني دائما وياي من ارجع للبيت ها شلون لعبت ايش قالوا لك ايش دائما. مو احنا عندنا يمكن فكره بالعراق يعني كل عائله عراقيه عندها ولد الا يحب الطوبه عندها مشكله ويا الاب عنده مشكله ويا ابنه لانه صح. لازم الطوبه وبالشارع لازم الشارع صح. فيمكن بس اللي يلعب بالشارع ويحس نفسه يقدر يروح الاقرب نادي يلعب وياهم شوي شوي يصعد. مو هي شغله الطموح يعني ايه؟ انت يمكن عندك هذا الدافع اللي خلاك صح. انه لا اريد ادخل صح. يمكن اخوك ساعدك صح. ابوك صح. هم ساعدني. شويه لمح لك يعني اكو فد فرص ايه اجتك. ايش قد الحظ يلعب دور انه يساعد حتى اللاعب؟ اكيد هواي ايه. واكثر شيء يعني دعم الاهل بهذا خاصه كره القدم هو اللي يساعد اكثر. انا اهلي كلهم ساعدوني الحمد لله. زين ان شاء الله حيكون يساعدوك ان شاء الله. ليش ما تتابع الدوري التركي؟ ما لحق عراقي واسباني ما تركي دراسه طوبه. احنا يعني اللي جابك هو اخوك اكيد تحياتي طبعا اخوي ايش اسمه؟ محمد. محمد طبعا محمد قاعد دور الكواليس يمكن لو هو مسوي لقاء اهون عليه لانه شكل هو مشدود اعصابه هو حيل يعني وياي وحتى مرات من ما راح التمرين وهاي يجي يقول لي ليش ما رحت هيك. محمد يلعب قدم لو لا؟ لا ما يلعب. لا يلعب حديد بس. بس يحب كرة القدم. أكيد. وأكيد. هذا على مود يعني يشجعني وهذا. يعني أتصور إحنا عندنا رسالة هسه من خلالك أحمد أنت ومن خلال محمد ومن خلال كل الشباب المبدعين. ومن خلال والدك أيضا نوجه له كل التحية إنه
النجاح مو محصور فقط بالدراسة، والنجاح مو محصور فقط بمادة معينة، كل إنسان عنده طريقة إبداع معينة ممكن أنه ينجح بها. صح. فبالتالي خلي نطلع من عقدة أنه لزمت الطوبة عفت الدراسة، كان يقولوا لك يا هاي؟ هاي بالفرق الشعبية. إيه. بس بالنادي يعني أنا هسه موازنها. أو حتى عندنا فكرة أنه اللي داخل كلية التربية الرياضية أنه يقول لك هو إيش راح يطلع؟ هو مدرس رياضة مثلاً. فما عندنا فكرة أو ثقافة إنه لا لربما هذا حيقود أندية أو يقود لربما يمثل البلد في مكان ومحافل دولية. صح ولا صح؟ يعني شفت إنه مثلاً إذا طلعنا مثل كابتن يونس محمود فد أكيد. فد شباب فد 20 واحد مثل أحمد راضي ناخذ الصدارة الكاس عالم. مو والله زين، شنو اللي ساعد يونس محمود إنه يوصل إلى هذا؟ هو كل شيء الإصرار والطموح أكيد هذا ساعده، طور مهاراته واكيد صعب. وان شاء الله انت هم توصل ان شاء الله. يعني ما اريد اقول لك شنو طموحك، لان انت قلت لي طموحي ما يعني ما يوقف. بس اذا مثلا اخذوك النوادي التركيه ومسحبوك، احنا هسه نشوف مثلا لواعيب عراقيين محترفين مسحبوهم للمنتخب، ما تخاف انه انت مثلا هسه ياخذوك وتروح انت تلعب ويا الانديه التركيه، تاخذ جنسيه تركيه، يجوز تصير تركي وتروح تلعب بالمنتخب التركي؟ لا أنا مصر على المنتخب العراقي إن شاء الله، حلم الطفولة يعني. إن شاء الله نشوفك في اليوم بالمنتخب العراقي إن شاء الله، وإن شاء الله نشوفك شايل شارة الكابتن إن شاء الله. هاي إذا وجهوا لك دعوة طبعاً. أكيد. لو تريد تفرض. أكيد. لا لو تريد هم تفرض نفسك وتدخل لهم بالإنستغرام لو بالواتساب شو تسوي؟ لا هاي مو مال الإنستغرام، هاي أنا ومهاراتي. حلو. يعني حتشوفهم انت بال اكيد هي مهاراتك هي هم خلتني الساحة. يعني هم من مهاراتي انا يعني من قال لي قلت له دز لي الفيديوهات خلي اشوفك، قلت تجوز يعني ما عندي شيء. هو اي لاعب يقدر يروح يسجل نادي، بس هو اهم شيء بطاقه والمهارات و... طيب انا شفت فيديوهاتك ما شاء الله عليك يعني، وصدق عنده اصرار، ودز لي صوره وجهه متخربط ايش قلبي قلبه نهاية زينه. نرجع لنادي التركي، هسه انت تعتبر نفسك يعني ياخذوك للاحتراف لو ديرعوك لو مثلا ينطوك راتب لو شنو؟ هم يعني حالي حال الاتراك يريدون شلون يكونون لاعب بالمستقبل، يعني شلون من اكبر اقول فضل هذا النادي يعني دائما ويانا. ايه حلو جدا. يعني نتمنى لك كل الموفقيه وكل النجاح، وان شاء الله نشوفك بعد يعني بعلى المراتب اللي تريد توصلها ان شاء الله. إن شاء الله. يعني أحمد يمكن أكو ناس مثله هواية طموحة وتريد توصل وتريد تلعب، لربما ظروفهم ما ساعدتهم. صحيح. أحمد اليوم ساعدته ظروفه وحتمثل العراق على مثل هذا الشكل الحلو، ونشوفك يا ربي أحسن المراكز مو إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك أحمد شامل. شكرا. وتحية للوالد وتحية للعائلة. أحياني. إنه اللي وصلتك اليوم تدخل أكيد. إلى مثل هذا المكان، وأكيد أنه خلتك وزرعت عندك هذا الطموح. شكراً لك.